تطليق الطيران الحربي وعدة غارات على بلدة الدخانية. محيط العاصمة دمشق وريفها ساحة مفتوحة للمعارك المتواصلة بين قوات النظام والجيش الحر. بلدة الدخانية القريبة من بلدة ترمى ومنطقة جرمانة تتعرض لقصف غير مسبوق من قبل النظام بكافة أنواع الأسلحة في محاولة منه لاستعادة البلدة بعدما سقطت بيد الثوار بحسب ما أفاد مجلس قيادة الثورة. اشتعال جبهة الدخانية دفع بقوات الأسد إلى تعزيز حشودها حول مدينة جرمان الموالية للنظام وأغلاق كافة مداخلها بالتزامن مع قصف لطائرات النظام محيط المدينة، إضافة إلى حركة نزوح للسكان، فيما تستمر حملة النظام على حي جوبر بدمشق وقصفه بالصواريخ. كذلك تعرضت منطقة الشلاح في مدينة الزبدان بيري في دمشق لقصف بطائرات النظام والبراميل المتفجرة خاصة من جهة المناطق الشرقية بالتزامن مع قصف لمناطق خان الشيح ومحيطها في الغوطة الغربية. هجوم جديد للثوار في القنيطرة أدى إلى سيطرتهم على تل المال وقتل عدد كبير من قوات النظام في ظل معارك عنيفة بحسب المعارضة، إذ يعتبر تل المال خط الدفاع الأول لقوات النظام من الجهة الشمالية للقنيطرة ويحتوي على عدد كبير من آليات النظام وعناصره. إلى ذلك وصلت قوات الأسد قصفها بالبراميل المتفجرة أماكن عدة في حما، خاصة بلدات طيبة الإمام واللطامنة وكفرزيتا، في حين تعرضت منطقة حلفية لقصف جوي مكثف أدى إلى أحراق عدد من المنازل وتصاعد أعمدة الدخان بكثافة. ومنذ الصباح بشرت قوات الأسد تنفيذ غاراتها الجوية على أحياء مدينة خان شيخون والحي الشمالي لمدينة معرة النعمان، أدى لسقوط عدد من الجرحى وسط اشتباكات بالقرب من حاجز القياسات بين الثوار من جهة وقوات النظام من جهة أخرى. الهيئة العامة للثورة أفادت بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء إلقاء النظام براميل متفجرة على بلدة الناجية بريف إدلب، إضافة إلى سقوط جرحى إثر استهداف منطقة أبو الظهور والقرى المحيطة بها بالصواريخ في ريف إدلب أيضا. توني مزرعاني، العربية.